ماستر هوم هي أول مبادرة مؤسساتية أشرفت عليها كتابة الدولة للإنتاج الثقافي لإنتاج محتوى تكويني في ميدان الفنون. ماستر هوم هي سلسلة من الفيديوهات المخصصة لدروس مثلا بالموسيقى، مختلف الآلات، راح يكون عندنا مختلف التقنيات أيضا، فنون تشكيلية، راح يكون عندنا أيضا مختلف فنون العرض كسواء في المسرح، في الإلقاء، في الإخراج. الفكرة هي أنه يبقى هذا الخط التواصل بين المعلم والمتعلم في زمن الكورونا، ولكن أيضا فيما بعد الكورونا نعتقد أنها تجربة جميلة جدا وجديرة بأنها تتواصل فيما بعد الكورونا. من جهة أن المادة توصل لأقصى منطقة ممكن في الجزائر ولما لا حتى في الخارج. تعرف اللي كان في بعض المدن اللي فيها فنانين أو مشاريع فنانين فيها شباب، لكن ما عندهمش، يفتقدوا معاهد، يفتقدوا أساتذة. هذه نفكروا ثاني في حتى الإنسان اللي يكون في أقاصي الجزائر أو في مناطق معزولة أو يسمى بمناطق الظل حتى اليوم، نقدروا نوصلوا له المعلومة ويوصل عنده الأستاذ بلغة جزائرية، بهواتف نقالة وميكروفون وكادر مليح وشخصين أو ثلاثة فقط يقدروا يصوروا يعني ويديروا المونتاج فيما بعد. هو عمل أكثر منه حميمي، ماهوش اون غوس برودكسيون تقريبا، يعني كل هذا السيرة هذه كاملة درناها بصفر دينار. يعني نشكر كل الناس اللي ساهموا كسواء من التقنيين أو من الأساتذة اللي استجابوا يعني مباشرة لهذا الطلب. تكون جلسة تشاورية دولية يشاركوا فيها خبراء من الجزائر، من المغرب العربي، من أوروبا، الذين اشتغلوا على وضعية الفنان، على قضية المقاولة الثقافية. ندرسوا ما الذي يمكن تقديمه كمشروع يهتم بقانون الفنان هنا في الجزائر، خصوصا بعد الجائحة، جائحة كورونا، التي أثبتت هذه المرة كما في الكثير من المرات أنه في المواقف هذه لما تكون فيها أزمات، لما تكون في قلة النشاط الثقافي، الفنان أكيد هو أول واحد متضرر لأنه عنده عمل تاعو يومي وما عندوش نفس الحقوق اللي عنده مثلا موظف عمومي أو موظف عند الخاص. المشاورة الدولية هذه راح تكون عن طريق التحاضر المرئي عبر الانترنت، وراح تكون متوفرة لكل المهتمين كسواء من الفنانين أو المثقفين. ربطناها بمبادرة قام بها اليونسكو الأسبوع الماضي اللي سموها ريزيلي آر، يعني صمود أو مقاومة الفن، هو لدراسة وضعية الفنانين والثقافة والإنتاج الثقافي والمنتج الثقافي في الدول اليوم في ظل ظروف كما كورونا أو ظروف أزمات صحية أو سياسية. إذن إحنا راح نخرطوا في هذا الخط لأنه نشوفه يعني متوازي مع السياسة الحالي للجزائر ومتوازي مع مخطط عمل كتابة الدولة للإنتاج الثقافي التي تريد أن ترقى بوضعية الفنان كسواء الوضعية المعنوية أو الاجتماعية أو المهنية أو التكوينية. اليوم كان إرادة سياسية الإنتاج الثقافي، يعني هناك هو تصور للثقافة كمصدر ربح، كمصدر مساهم في الاقتصاد الوطني. يجب أيضا أن نحسن هذا العنصر الأساسي اللي هو المنتج الثقافي، اللي هو الفنان والأديب والمثقف والتقني، لكلهم لازم يكون عندهم وضعية على الأقل اجتماعية ومهنية تسمح لهم أن يمارسوا العمل تاعهم، وفي ظروف يعني تكون صعبة نوعا ما تكون محفوظة الكرامة تاعهم ويكونوا يعني كما هما كما كل مواطن آخر جزائري. رسالتي للفنانين الجزائريين هو أنه وزارة الثقافة وكتابة الدولة للإنتاج الثقافي يعني حريصون كل الحرص على مرافقة الفنانين في هذا الوقت أو الظرف العصيب، على تحسين من هذه الوضعية وهي إرادة سياسية تضمنت بعد التزامات رئيس الجمهورية بمخطط عمل الحكومة، ونحن ساعون في هذا الباب إلى تحسين هذا الوضع للاستشارة لتقنين وضعية الفنان لإعطائه المكانة التي يجب أن يكون عليها هنا في الجزائر.